السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعاتي الغاليات ومتتبعيني الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله، أنتم وأهلكم وأحبابكم. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم العسل اللي سبق لي وشاركت معكم يعني من قبل في فيديوهات سابقة بالسنيدة وبالقالب السكر. طبعا إن شاء الله نشارك معكم واحد جوج يعني الكمية ديال جوج قوالب ديال السكر، كيجي القوام ديالو رائع. ومبروك عواشركم، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة، وتبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير والطريقة ديال هذا العسل إن شاء الله. وما تنسونيش بتشجيعكم ليا بجام، والناس اللي كتزور القناة أول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة باش تبقوا إن شاء الله توصلوا بكل جديد للقناة، وبارطاجوا الفيديو مع أحبابكم وصحابكم باش تعم الفائدة إن شاء الله. غنبداو على بركه الله، غنعطيكم مقادير الطريقه ديال العسل ان شاء الله. بالنسبه للعسل انا غنخدم كميه كبيره، عندي هنايا جوج قوالب ديال السكر، جوج قوالب ديال السكر معاهم حامضه ومعاهم ليمونه. يمكن لكم ديروا بجوج حامضات، يمكن لكم ديروا ليمونه وحامضه، المهم كيف ما درت انا. عندي هنايا الباديان كيف كتشوفوا، شي ثلاثه الحبيبات ولا اربعه. وعندي هنايا عويدات ديال القرفه، وعندي المسكه الحره، وعندي جوج اطور ديال الماء. يعني كل قالب ديال السكر كديري معاه اطور الماء. هادو هما المكونات، ودابا ان شاء الله غندوزو على بركه الله للطريقه. كناخذ واحد الكوكوت تكون كبيره، ما عندنا كيف ما قلت لكم جوج قوالب ديال السكر، صافي غادي ندير فيهم هاد السكر. بسم الله، صافي غنحط السكر كامل. دابا كيف شفتوا من بعد ما حطيت السكر في هذيك الكوكوت، بسم الله، دابا غادي نضيف هذاك الماء كيف قلت لكم، يعني جوج اطرو. مع انا عندي هنايا جوج قوالب ديال السكر، صافي غنحطها فوق البوطه، نحطها فوق البوطه ونخليها حتى تبدا يعني كنحطها فوق البوطه ومره مره كنحرك حتى كيدوب لي داك السكر تماما، يعني تكيدوب. وغنرجع معكم ديك الساعه ان شاء الله باش نضيفوا هاد المكونات. دابا في هاد الاثناء درت السكر كيدوب فوق البوطه، وكناخذوا هذاك الليمون وهذاك الحامض، كنحيدوا ليه هاد القشره الفوقانيه وكنقطعوه هكا دويورات، وكنتاكدوا انه ما فيهش العظومه، يعني ضروري كتحيدوا لي هذيك العظومه كاملين اللي كيكونوا في الحامض ولا الليمون. صافي غنقطعوهم ان شاء الله ونكملوا معاكم ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما درتوه فوق البوطه، يعني كنبقاو نحركوا، يعني كنعاونوه باش دغيا يدوب لينا، يعني في ساعة كيوجد، ما كياخدش منك واحد الوقت طويل باش كيوجد. كيجي رائع ان شاء الله، اتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. صافي دابا مره كيف ما قلت لكم غنبقى نحرك حتى غدوب ليا هذاك السكر كامل، ما تبقاش ليا كاع الحبيبات ديالي ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما داب ليا السكر، غنضيفوا هذاك الحامض، بسم الله، الحامض والليمون، طريفات ديال الليمون والحامض، وغنضيفو حتى هذاك الحبات ديال الباديان والقرفة، الحبيبات ديال هاد المسكة الحرة غنخليهم حتى كطيب، يعني حتى الأخير عاد باش غنضيفهم. دابا غنسد عليها وغنخليها نحسب ليها 40 دقيقة، يعني 40 دقيقة إن شاء الله، ونحل عليها وتشوفوها كيفاش غنسد، يعني غندير الصفارة. من بعد ما غتبدا تصفر الصفارة غنحسب 40 دقيقة، صافي. ومن بعد ان شاء الله غادي نحل معكم ونضيفوا الماء الزهر ان شاء الله. ها نتوما دابا من بعد ما طفيت على العسل، من بعد ما دازت 40 دقيقة، ولكن من بعد ما حليت لقيته يعني مازال خاصو، كيف كتشوفوا يعني باقي ما خداش هذاك اللون الكراميليزي. ملي كتشوفوا الحامض والليمون خدا هذاك اللون الكراميليزي كتعرفوا راه طايب، يعني هنا لقيتو مازال باقي خاصو واحد شويه، ما غاداش نعاود نغطي عليه، يعني نخليه غير هكا تقريبا واحد 10 دقائق. دابا غنضيف هذوك الحبيبات ديال المسكه الحره، بسم الله، صافي، وغنخليه كيتبخ ليا هنايا، وغنوريكم كيفاش غتجربوه باش تعرفوه راه طاب. انا نخليه هنايا كيف ما قلت لكم حتى يولي كيتكرم، يوليو كراميليزي هادو، وهذيك الساعه غنرجع معكم ان شاء الله.
دابا كيف كتشوفوا العسل من بعد ما وجد ها نتوما، يعني هاد الليمون وهاد الحامض خداو ليا اللون، يعني ولاو كراميليزي، راه غير الاضاءه ما واضحاش. دابا كنديروا في واحد الطبيسيل واحد شويه العسل وكندخلوا المجمد باش دغيا يبرد لينا، باش نشوفوا واش صافي، يعني ما بقاش خاصو العافيه باش نطفيه. صافي غنديروا يبرد كيف ما قلت لكم، وغنضيف في هاد الاثناء واحد جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء الزهر. يمكن لكم انكم تضيفوا غير كاس ماء وكاس ماء زهر، يعني كيبقى لكم الاختيار. الماء الزهر كيعطي واحد المذاق زوين للمعسلات كاملين صراحه، كيجي زوين. صافي غنخليه واحد شويه كيغلى مازال، ولحد ما نشوف القوام ديال العسل من بعد ما نخرجوا من المجمد باش تشوفوه كي داير ان شاء الله. دابا العسل من بعد ما خرجته كيجي في هذا الشكل هذا، يعني صافي ناجح وصافي زوين كيف كتشوفوا. هذا هو القوام ديالو، يعني اللي بغاه يكون عاقد اكثر من هكا راه يخليه مازال كيغلي مازال راه كيتبخ، ولكن هذا صافي يعني كافي. هاد الوقت اللي عطيته، يعني درت لي 40 دقيقه ومن بعد خليت واحد شويه حتى اخضى اللون. صافي غنوريكم القوام ديالو ان شاء الله من بعد ما يوجد الغد ليه. ها هو العسل ديالنا من بعد ما خليته ليله كامله، كيجي على هذا الشكل كيف كتشوف. اللي بغاه عقد كثر من هكا راه يخليه كيطيب مازال، واللي بغاه بهذا الشكل هذا. المهم هو هذا القوام ديالو، كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. ها انتم نتمنى انه يعجبكم، ولا عجبكم فيديو بارطاجيوه مع احبابكم ومع اصحابكم باش تزيد القناه تكبر ان شاء الله، وتخليني حتى انا نعطي احسن ما عندي. شفتوا في القوام ديالو كيفاش كيجي. ما تنساونيش بتشجيعكم ليا بجيم، والناس اللي كتزور القناه اول مره كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ سارة ام هدايا. ما تنساوش تشجيعي بجيم، والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله.